مش عارف. طيب ده كان رأي، انه رأي كان مخالف لفكرة اقامة دوري المحترفين. رأي اخر مع الاستاذ احمد الخشن رئيس نادي جمهورية شبين. يا فندم مشرفني ومنورني. ربنا يخليك يا استاذ كريم، ازي حضرتك؟ اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله الحمد طيب لله. رأيك ايه في اقامة دوري المحترفين، دوري الدرجة الثانية الموسم المقبل ان شاء الله؟ والله يا استاذ كريم احنا عملنا بيان وكان امبارح في جلسة في مجلس النواب وقلنا رأينا في الموضوع ده. احنا اتحاد الكرة كان وعدنا ان دوري المحترفين ده ان شاء الله هيبقى السيزون اللي جاي، وقال ان هو هيبقى دور محترم وهنعمل فيه دعم غير مسبوق للنوادي اللي هتصعد لدوري المحترفين. عظيم. حضرتك نادي الجمهورية السنة دي عشان نصعد لدوري المحترفين، ودي تاني مرة، احنا يمكن من 4 سنين برضو قالوا ان في دوري محترفين وصعدنا او كنا من الفرق الصاعدة والموسم اتلغى والدوري ده اتلغى. فانا السنه دي عشان اصعد لدوري المحترفين انا صارف حوالي 10 مليون جنيه في النادي عشان نصعد لدوري المحترفين. فانا النهارده لو اتحاد الكوره التزم بوعده واداني دعم ال 10 مليون ده حد ادنى يا فندم. انا عشان اروح العب في دوري المحترفين انا هروح الصعيد 3-4 مرات حاسب 2 مليون جنيه. ده غير عقود اللعيبه، طبعا حضرتك عارف ان عقود اللعيبه هتتغير. انا لو كنت بجيب لعيب ب 500,000 انا عشان العب في دوري المحترفين وانافس على الصعود هبقى محتاج اللعيب يبقى اقل حاجه عندي 1 مليون جنيه. لا استاذ احمد، بس في نقطه عايز افهمها. اتحاد الكوره كان وعدكم قبل بدايه الموسم انه هيبقى فيه دعم للانديه في دوري المحترفين؟ قال هيبقى فيه دعم غير محدود، يعني دعم هيبقى مميز جدا وغير مسبوق. لا ما معلش، الدعم الغير محدود او غير مسبوق ممكن اقول لك انا هدعمك ب 2 مليون جنيه ده بالنسبه لي غير لا محدود. لا 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 انا صرحوا قالوا مش هيقل عن 10 مليون جنيه. مش هيقل عن 10 مليون كتصفيق. يعني قالوا رقم مش هيقل عن 10 مليون بالظبط. فانا لو اتحاد الكوره التزم بهذا الراي وهذا الوعد انا هكمل في دوري المحترفين. تمام. ولكن اذا ما التزمش، لا انتوا كده بتضيعوا الانديه الشعبيه. انا هصرف منين؟ انا احنا عندنا، انت حضرتك عارف ان نادي جمهوريه شبين نادي شعبي، يعني والانديه الشعبيه كلها الدخل بتاعها دخل محدود جدا. طيب يعني حضرتك دلوقتي اللي انا افهمه ان انت مع فكره وضروره اقامه دوري المحترفين، بل الاكثر من ذلك ان انت لو ما اقمش دوري المحترفين هيبقى عندك مشكله. لو ما اخدش الدعم ال 10 مليون انا هطالب بالغاء الدوري للابد وليس تاجيله للعام المقبل. يعني ما تجيش النهارده تقول لي والله لا ده انا هاجل الدوري المحترفين للسنه الجايه. يعني كل ما بتقول في دوري محترفين وبصعد بتيجي تاجل. لا انا مع اقامه دوري المحترفين ودعم. تمام. ودعم مفيش دعم يبقى تلغي دوري المحترفين نهائي عشان ما تقضيش على الانديه الشعبيه. طيب واخد بال حضرتك؟ طيب وبعد كده بقى استاذ احمد انا عايز افهم حاجه، كانت ايه ضماناتك وانت قاعد مع اتحاد الكوره لما كان بيقول لك انه هتاخد دعم 10 مليون على الاقل؟ كان ايه الضمانات؟ هل في حاجه مكتوبه ولا كان لا 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 كان لا حوار؟ ما كانش عنده ضمانات وده كان حوار ومفيش اي ضمانات. وانت صرفت الحاجه، ما انت صرفت برضو، انت صرفت ارقام كبيره جدا طبقا لهذا الحديث حسب ما انا فهمت صح؟ يا فندم انا صرفت عشان اصعد وحصرف قد كده 3 مرات لو انا بلعب في دوري المحترفين. طبعا واخد بال حضرتك؟ طبعا. الحاجه الثانيه برضو يا فندم يعني السيد عامر حسين صرح من يومين ان هيبقى في اللي هيصعد من دوري المحترفين لدوري الممتاز اول وثاني، وبعد كده هيتعمل دور الترقي ما بين الثالث وانديه القسم الثالث الاول والثاني. طب ما هو كده برضو ما ينفعش، لا اللائحه بتقول كده ولا القوانين بتقول كده. انت حضرتك عشان تراضي انديه الدوري الدرجه الثالثه وعشان تسكت الناس تقوم تعمل هذا القرار؟ بصراحه يعني نحن نرفض هذا التخبط. عظيم جدا استاذ احمد الخشن. اتفضل. انا يعني بعد اذنك انا هختصر الكلام كله او فضل. الرؤيه بتاعتي في اتفضل. انا مع دوري المحترفين في حاله الدعم المادي. انا مش مع دوري المحترفين في حاله عدم الدعم. واخد بال حضرتك؟ وفي نفس الوقت برضو القرارات بتاعه الاستاذ عامر لازم تراعى جيدا. لا المفروض اللي يصعد 1 و2 و3 من دوري المحترفين. مفهوم. استاذ احمد الخشن رئيس نادي جمهوريه شبين، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله وكل هذه التوضيحات. وضع صعب.